هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها شكرا 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 يا اطفال مساء الخير وش راكم شكون يقدر يقول لي اليوم وش يصادف وش من عيد رانا اليوم شكون يقدر يقول لي شكون يقدر يقول لي اعطي الميكرو لهاد الشباب هذا هاتش بابا واش من مناسبة؟ عيد الطفولة عيد الطفولة كل يوم عيد الطفولة عطي الميكرو لهاد الشابة هادي أول محرم السنة الجديدة الهجري أول محرم رأس السنة الهجرية إذن كامل راح نقولوا الأمة الإسلامية كامل كل عام وانتم بخير كل عام عيد سعيد كل عام وانتم بخير كاين مناسبة أخرى مهمة جدا هذه المناسبة ماشي اليوم غدوة ماشي غدوة غير غدوة هذه المناسبة هي بخمسة أكتوبر حاجة عندها علاقة مع الطفل تعرفوها أعطي الميكرو للشابة هذه هنا أعطي لها فوالا اليوم ماذا؟ عودي يوم المعلم بصح اليوم واش؟ اليوم العالمي للمعلم برافو إذا 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم واش نقولوا؟ قم للمعلم تعرفيها؟ أعطوا الميكرو للشابة هذيك قم للمعلم وفي تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا واش معناتها هذه يا أطفال أنه المعلمين رام يتعبوا في تربيتكم يتعبوا في تعليمكم لازم الاحترام يا أخي لازم ناخذ الرأي للمعلمين ونحترموهم هذا وعد يا أطفال هذا وعد أنا لما كنت صغير ما مدرك كي راني كبير كاين اشياء نحبهم انتوما ثاني تحبهم انا كنت نحب كي نروحوا نزوروا الاقارب تحبوا انتوما تحبوا زياره الاقارب وكي يجوا عندكم الاقارب للدار تفرحوا واسمها هذه كيفاش يقولوا اعطي الميكرو للشابه هذه صله الرحم برافو على بالكم عمو يزيد دار لكم اغنيه خاصه عن صله الارحام شيء مهم زيارة الأقارب وخاصة في المواسم والأعياد على بالي اليوم ما رحتوش عند الأقارب لأنه عمو يزيد جابكم هنا معلش يسمحوا لنا الأقارب تاعكم اليوم ربي وخير الأنام وصابي صلة الأرحام سأوصلها لا تقطعها هذا الأمر تنسوا نصحي يوما أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما أنا أوصيكم يا أحبابي
عليهم باب. ربي وخير الأنام وصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والحرام. عمي مريض هيا نمضي نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. عمي مريض هيا نمضي نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. ربي وخير الأنام وصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والحرام. ليس عندي فرق بين عمي خالف الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ليس عندي فرق بين عمي خالف الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ربي وخير الأنام وصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا شكرا 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 شكرا، برافو برافو، شكرا شكرا. إذن ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، لا تقطعها فهذا الأمر والله حرام. يا أخي حبوا الأقارب يا أطفال، إذن عليكم بصلة الأرحام. شكون اللي يحب المدرسة؟ ما راكمش بزاف. شكون اللي يحب المدرسة؟ ما تحبوش المدرسة؟ تحبوا؟ تحبوا المدرسة؟ إذن حبيت برك نوجه رسالة بسيطة ولكنها مفيدة جدا للأولياء. الطفل بطبيعته يحب المدرسة، بالفطرة يحب المدرسة. طفل تسيبو صغير يحب يقول لك شري تابليت، تسيبو في عمره 3 سنين يحب يلبس ساكوتو يحب يروح للمدرسة. ولكن إذا كان في يوم شفتوا الطفل ما يحبش يروح للمدرسة، لازم تتسألوا علاش، واش هو السبب؟ لأنه حتما كاين سبب، لأنه الطفل يحب المدرسة بالفطرة، إما عنده مشاكل مع زملائه، إما عنده مشاكل مع المعلمة ولا مع المعلم. ولكن الأولياء لازم يردوا بالهم ويتحكموا في الوضع، لأن الطفل بالفطرة يحب المدرسة. شكون يعرف الأغنية مدرستي مدرستي؟ أعطي الميكرو للشابة هذه، تعرفها؟ غنيها لنا، عاود معايا. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي. يلا كمل معايا، فلتح يا مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي.
فلتحيا مدرستي. اسمها لوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. برافو 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 برافو. عبالكم شكون اللي نظم الحفل هذا؟ بلدية الجزائر الوسطى، لنشكرهم على هذه المبادرة برعاية الشروق تي في دائما اللي متواجدين معنا، وكذلك هذا الحفل برعاية رامي كيدز. شربوا حليب رامي. إذا رامي كيدز وأجل، نسى كامل يعرفوا أجل على ذلك. أجل عبالكم باللي أجل هاد السنة في 2017 راح يحتفل ب 15 سنة في خدمتكم، 15 عام. ورامي العام اللي فات كانوا احتفلوا بعشر سنوات في خدمتكم. إن شاء الله يخلي هاد الشركات هادو كامل يمولوا هاد النشاطات الخاصة بالأطفال، لأن الطفولة مسؤوليتنا احنا، مسؤوليتنا كامل. يا أخي أطفال، لغز اليوم يقول، تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: شيء يطلبه الناس إذا غاب ويهربون منه إذا حضر. شيء يطلبه الناس إذا غاب ويهربون منه إذا حضر. شوف العروسة هذه، واسمك بنتي؟ بشرى. وين تسكني بشرى؟ من بوسري عاجتي بعيد. الله يبارك. وش هو الجواب؟ الموت.
الموت يطلبه الناس إذا غاب. شكون يطلب الموت؟ هذا اللي قال لك. معليش. شوف هاد العروسة هاد العروسة. واسمك بنتي؟ هادي هبة. وين تسكني هبة؟ وين تسكني؟ نسيتي داركم، نسيتي داركم وتعرفي الجواب على اللغز. وين؟ في دار. وين يسكن؟ في الدار وخلاص. تسكني في الدار خلاص. واش هو الجواب؟ حقيقة هو المطر، لا بلوي. عرفتوها؟ شاطرين. اعطيني الهدية تاعها، اعطيني الهدية تاعها، اعطيني الهدية تاعها، اعطيني الهدية تاعها. إذن ممول الحصة وممول هذا الشو رامي كيدز يهدي لك هدية على الجواب. عطوا لي العروسة هذه، جيبوها لهنا، جيبوها لهنا. إذن هدية إن شاء الله تستفادي بها وتقعدي معنا هنا. تحبي تقعدي مع مو يزيد؟ هيا قعدي هنا، قعدي، حكمي بلاصة وحكمي الهدية تاعك يا أخي. برافو. إذا مازال كاين ألغاز واحد أخرين. ها؟ وش بها؟ علاش تبكي؟ معليش بنتي، كاين الغاز اخرى وكاين الغاز اخرى. ولا ما عرفتيش جاوبي عمو يزيد ديك الحصه، زيدي جاوبي على اللغز يا اخي. بنتي لازم نتقبلوا. معليش بنتي، عباك الخطا يا اطفال. الانسان اللي يخطا ماشي عيب، عباكم لعب وين راه. الانسان كي يخطا وما يصححش نفسه هذاك هو العيب. لما نخطا ماشي مشكل، ولكن على بالكم كاين دول، كاين دول عالميه معروفه ما نقولش شكون، ولكن في قمه الدول في التقدم. الاطفال في كاع اطوار الدراسه يكتبوا بالكريون بقلم الرصاص. علاش؟ لان الخطا مسموح باش تفاسي وتصحح نفسك. اذا الخطا ماهوش عيب، ولكن لازم نصحوا انفسنا، ما نعاودوش نغلطوا مرة ثانية ومرة ثالثة يا أخي يا أطفال. وأنا في هذا الباب هذا درت لكم أغنية أنا نحبها بزاف، نقول فيها شفتوا كي تروح للمدرسة وأنت ماشي داير الواجب تاعك وخايف وكامل. درت لكم أغنية باش تعودوا تحبوا ديروا الواجب تاعكم. نقول فيها ويلتي يا ويلتي. شكون اللي يعرفها؟ أعطي له الميكرو، أعطي الميكرو للشابة هذه. ويلتي يا ويلتي، قولي. ها؟ ويلتي. ويلتي، أعطي للشابة هذه. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي وأعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إذن تغنوا كامل معايا ويلتي يا ويلتي. أعطي الميكرو للشابة هذه. هذه. ليل. غني هنا. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو. كي حافظة كلش. أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وعند وصولها إلي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت كلا لم أقم به. صرخت وأعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. برافو. بقات، ولكن بقى الشطر المهم اللي أنا نحبه. أعطي لها الميكرو. الشطر المهم نقول فيه من اليوم فصاعدا سأتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. فوالا. اليوم فصاعدا سأتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. برافو. يلا كمل معايا. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي. ويلتي يا ويلتي،
رأسي، قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، سأعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال يعطيكم الصحة، لازم نعم بنتي واش واش حبيتي تقولي؟ قولي لي. حبيت تغني واش تغني؟ نغسل وجهي بالصابون ولو نسيتيها. معلش يا أطفال، ما هو الشيء الذي ينبض بدون قلب؟ أو سهلة هذه. سهلة. أعطي للشابة هذه، وش هو؟ واسمك؟ وش هي؟ الكرة. واسمك بشرة. وش هو الجواب؟ الجواب؟ الكرة. لا أعطي للشابة هذه اللي قدامها، الشابة هذه. ساعة. واسمك؟ كرام. وين تسكني يا كرام؟ فوردلو. جيتي من فوردلو. شاطرة شاطرة بنتي، الله يبارك. وش هو الجواب؟ ساعة. الساعة. تعالي اروحي بنتي، جيبوا لنا الشابة هذه. تعالي أعطونا الهدية تاعها. وش راكي ذكريهم باسمك بنتي؟ إكرام. وش مسنة تدرسي إكرام؟ خامسة. الخامسة. شحال جبتي المعدل العام اللي فات؟ العام 8. 8. باينة شاطرة، باينة. إذا بنتي كما قلت لك مقبلة ممول الحصة رامي يهدي لك هدية كي جاوبتي على اللغز. وقعدي معنا، قعدي بنتي منا، قعدي معنا شوية. وش رأيكم بعد العطلة؟ أنا نحب الدراري اللي يقراو مليح. كامل تحبوا تقراوا مليح يا اخي اطفال؟ اذا تحبوا عمو يزيد لازم تقراوا مليح. انا درت لكم اغنيه دائما نغنيها بعد العطله، نقول فيها صباح الخير مدرستي. اعطي الميكرو للشابه هذه حافظه كل شيء.
ذكريهم باسمك بنتي، ذكريهم باسمك. ملك مريم. وين تسكني ملك؟ قبة. في القبة، الله يبارك، الله يبارك. غني معايا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. برافو 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 برافو. وش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في صديقك ولا صديقتك؟ وش هما الصفات؟ قولي لي واسمك. اسمع، هما الصفات؟ الأمانة. الأمانة، برافو. واسمك؟ عليا. هما الصفات؟ الخلق. الخلق، حسن الخلق. الصدقة. الصدقة، أن يكون. وانت وليدي؟ لا
الخلق. الأمانة. الأمانة. حسن الخلق. عمو يزيد دلكم أغنية خاصة بالصديق. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبة، بالخير لي ناصح حنين القلب طيبة. تغنوا كامل معايا. لي صديق صالح صديقي. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي، بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. برافو 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 يا أطفال، على بالكم الصديق في وقت الضيق لازم على بالكم. كاين حاجة من بكري احنا من كنا صغار نقولوها، يقول لك العائلة نتاعك ما تقدرش تختارها ولكن الأصدقاء تقدر تختارهم. إذن حسن الاختيار يا أطفال مهم جدا. ما لازمش
الصديق اللي تصاحبه يكون مشوش، ما لازمش يكون ما عندوش خلق حسن، بالعكس انت لازم تنصحه. أصدقائك لازم يكونوا مرآة للشيء اللي راك حاب تكونه. يا أخي حبيتوا لغز؟ خلاص نعطيكم لغز. لست بإنسان لدي رجلين لكني لا أمشي. لست بإنسان، ثم تاني وزاد كونسرني. لست بإنسان لدي رجلين لكني لا أمشي، من أنا يا ترى؟ أعطي الميكرو للشابة هذه. هذه واسمك بنتي؟ نسري. سحب. سحب عندهم رجلين، سحب تاني. لا لا بالعكس، قلت لك لدي رجلين لكني لا أمشي. لست بإنسان. أعطي الميكرو للشباب هذا. واسمك؟ تعبان. التعبان عنده رجلين، ولا التعبان اللي عنده رجلين هذا. برافو برافو، ولكن مش هذا هو الجواب. شكون؟ أعطي الميكرو لهذا الشباب هذا. واسمك؟ جرانا. جرانا. جرانا لا تمشي. أعطي الميكرو للشابة هذه. أسنى أنا أعطي لها الميكرو أنا. واسمك بنتي؟ كنزة. وين تسكني كنزة؟ الجزائر. واش هو الجواب؟ سلم. واش هو؟ سلم. سلم. لا لا ماشي السلم. على بالكم دقيقة دقيقة، على بالكم علاش كاين الحق عند الطفل نسقسيه نقول له واسمك؟ وين تسكن؟ باسكو على بالي اللي باباه ولا يماه قالوا له الجواب باش ينساه. قول له واسمك وين تسكن؟ واش مسانا تقرا؟ وراه مركز كاع الجواب هذاك ومن بعد يروح له. اوكي واسمك؟ وهاب. وهاب وين تسكن؟ ميسوني. في ميسوني، جيت على رجليك ماكش بعيد. واش هو الجواب؟ العصفور. لا لا يمشي العصفور. واش هو؟ ها؟ السروال. ارواحي. هو السروال، سي لو بونطالون. لدي رجلين لست بكائن حي وانا لا امشي. اعطيني الكادو تاع الشطره هذه. واسمك بنتي؟ ساره. وين تسكني ساره؟ الجي بلاج. جيتي من الجي بلاج، الله يبارك الله يبارك. واش مسانه تقراي؟ بروميير اني سان. سنه اولى متوسط. كما قلت لك رامي راعي هذا البرنامج يهدي لك هذه الهديه ان شاء الله تستفدي بها. اقعدي معنا بنتي شويه، اقعدي معنا. شكون اللي جا مع جداته هنايا؟ مع مانو. نغنوا لها اغنيه، نغنوا كامل. واش نقولوا جدتي؟ شكون اللي حافظها؟ تعرفيها؟ اعطي لها الميكرو للشابه هذه. اوكي واسمك بنتي؟ رانيا. رانيا وين تسكني؟ حسين داي. في حسين داي. غني لنا الاغنيه. جداتي جداتي أنت سر بسماتي، بهجاتي يا سعدي وفرحاتي. برافو برافو. شكون يعرفها ثاني؟ تعرفها؟ أعطي له الميكرو. جداتي جداتي أنت سر بسماتي، رؤيتي بهجاتي بهجاتي يا سعدي وفرحاتي. شكون يعرفها ثاني؟ تعرفيها؟ أعطي الميكرو للشابة هذه. أعطي لها. ديت سيدي تاع عمو يزيد. شكون اللي دا سيدي اليوم؟ ديتو ولا مازال؟ هاد السيدي فيه 22 اغنيه درناه مع ممولي الحصه شركه رامي وشركه اجل بمناسبه 10 سنوات رامي و15 سنه اجل. درنا لكم هاد السيدي اللي يهدى ولا يباع. اللي قدروا اليوم وداو السيدي اللهم بارك، اللي ما داوش اليوم السيدي نوعدوهم باللي مع بلديه الجزائر الوسطى راح يسيبوا هاد السي دي باش العائلات يستفادوا به. اذا جدتي انت سر بسمتي. جدتي جدتي انت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي انت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا
سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤيتك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. خذي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي، خذي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برافو برافو برافو، شكرا 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 شكرا. لغز اليوم يقول الحكاية. برافو برافو برافو. وي حكاية حكاية، نحكي لكم حكاية. يلا، واحد النهار كان واحد الشاب اسمه سامي. هذا الشاب اسمه سامي كيما انتم هكذا صغير، كان يطل متاقة تاع دارهم، شاف واحد الكلب هكذا قدام الدار راقد في الارض ورقيق كامل رقيق، باين باللي عنده بزاف ما شربش الماء ما كلاش وكان مريض. هبط يجري هذاك الطفل خاطرش حنين، سامي حنين وصحابه كامل يعرفوه باللي حنين. هبط راح جاب الحليب، راح جاب الماء، وراح جاب راه عندي ما قالها اعطيه لي شويه ماكله نعطيه لهذا الكلب مسكين راهو مريض.
وبقى هكذا كل يوم كل يوم كل يوم يعطي له الماكله، يعطي له الماء، يعطي له الحليب وكامل، حتى برا هذاك الكلب. من بعد كبر هذاك الكلب راح. من بعد اسابيع من بعد كان في دارهم سامي سمع العياط في هذيك القريه، سمع العياط، خرج يجري هكذا، واش كاين واش كاين، صاب واحد الذئب كبير يجري مور الدجاجات، يجري مورهم حاب يصطادهم، وسكان القريه ما قدروش لهذاك الذئب لانه مفترس وكبير. من بعد فجاه سامي شاف هذاك الكلب اللي احسن اليه في الوقت اللي فات، شافو جا وسلك هذوك الدجاجات من الذئب هذاك، وصرات بيناتهم مشادات عنيفه مع هذاك الذئب وغلبوا لانه كان بصحه جيده لما اعتنى به سامي. وجا هذاك الكلب رد الجميل. يا اطفال هذه حكايه فيها عبره، عبره جميله جدا. العبره اللي نستخلصوها هي اولا اننا لازم نحسن للناس. بالمرات تشوف انسان مريض ماكلاش ولا، لازم تساعده. وثانيا لازم ما ننكرش الجميل، لما انسان يدير فيك خير لازم ترجعه له. يا اخي اطفال نكر الجميل ماهوش من صفاتنا احنا، ماهوش من اخلاقنا،